السلام عليكم غشينا، جيسبر تكونوا لاباس، جيسبر تكونوا غايه. اليوم بغيت شويه بغيت نرد على هذاك، نرد على عبدو سمار. عبدو سمار الى ايتي انترفيو في دانيالمون وفات في واحد لاشين اسرائيليان. ايوا فوت واحد الميساج اللي كما نقولوا حنايا دوخني، انا واحد من الناس دوخني. ميساج تاعه يقول بلي لي زالجيري ما عندهم اوكين كولتور زعما هيستوريك في لو سوجي تاع لا شوا، و زعما في ليكول الجيريان ولا استدير ما يهضروش على هادشي، بلي في التلفزيون ما يهضروش، بلي لو ليفر تاع ماي كامف تاع ادولف هتلر بلي ينباع من الجيري، استدير اون توت ليبرتي. ليسونسيال سا دير الميساج تاعه بلي نو سوم ان بوبل كيما نقولو حنايا كي مونك دو كولتور و ان بوبل اونتيسيميت. علاش علاش جاب هذا الميساج، علاش جاب هذا الميساج؟ هنا هو سبقى هنا وين كاين السؤال، هنا يبقى مطروح علاش، وعلاش دروك بالذات. انا ما غاديش ندير لي زانتربريتاسيون ولا، مي غير بغيت نفكر الانسان هذا، ولا ربما الناس اللي سمعوا الخطاب تاعه، الهضره تاعه، والناس اللي بارطاجوها في لي ريزو سوسيو، اللي يقولوا التاريخ، باسكو لا شوا شي اللي صرا في لا شوا هو حاجه تاريخيه وقعت. ومن تهضر كون تو ابورد ان سوجي هيستوريك، هي تكون على علم واش صرا في التاريخ، تكون ملم واش الحاجه اللي صرات في التاريخ، خاصه في هذيك المرحله هذه. الحاجه الاولى قال لك باللي لي زاجيري لا يعرفوا كلكو شوز على لا شوا، سي بالك غراس ان تي بو على لا برودكسيون سينيماتوغرافيك امريكان. هذه سي فو، سي ارشي فو. برودكسيون سينيماتوغرافيك امريكان اللي في لاجيري سي جينيرالمون لي فيلم داكسيون، لي فيلم داكسيون ولا لي فيلم وستر. لا برودكسيون كي سادير كي تريت دو ليستوار، سادير لي دوكيومونتير هيستوريك وكلشي، ولي فيهم لي تيمواناج وكلشي، سي ا 99% اون برودكسيون فرونسيز. دونك لي زالجيريان يتبعوا من بكري، يتبعوا لي شين فرونسيز، ولي شين فرونسيز راهم معروفين، والشين فرونسيز يهضروا برسك توت لي سيمين ولا تو لي دو سيمين ولا كاين ريبورتاج لي يهضر على لا شوا وكلشي. دونك لي زالجيريان على بالهم ماشي غير غراس او شين فرونسيز، ولكن هادي لا برودكسيون امريكان، هادي كيما نقولو حنايا ما كاش منها، هادي نقولوهم بطريق. دونك نولي لك للتاريخ، غادي نولي لك التاريخ غير بشويه بشويه. انا جو سوي زان تيب سادير باسيوني دو ليستوار، ديجا في لا سبيسياليتي تاعي اللي درتها البروفيسور تاعي قال لي ودي جامد موش راك دير هنا فرنسا، اون فاهم شي قدام، خلينا فرنسا، غادي نجيب لك كاع مين جاو كاع لي زانفازيون ولا لي كونكيت، كل واحد كيفاش يسميهم. قول حنا لي كونكيت مسلمان ولا لي زانفازيون كيما بغيت. انا نعطيك انت وانت خير، انا نعطيك وانت خير. من جاو في لافريك دي نور ودخلوا لالجيري، لقاو اون بوبولاسيون اللي فيها دي كريتيان جينيرالمون، اللي كانوا في ليفي، لقاو اون بوبولاسيون اللي فيها لي زيتي دي جويف، باسكو لا ريليجيون ابرايك ولا اسرائيليت ولا سميها كيما بغيت، هي سي با اون راس، سي با اون ابارتونونس، ستادير تاع لا دي ان كيما نقولو حنا اثنيك، نو. لا ريليجيون الدين هو دين. دونك الجودايزم من دخل في الجزائري في افريقيا دي نور، من دخل لقى الامازيغ سكان الاصليين البلاد، وكاين ناس يعتنقوا هذاك الدين، اعتنقوا. ومن بعد من جات المسيحيه كاين ناس يعتنقوا المسيحيه. دونك لي زافازيون من دخلوا في الجزائري لقاو ريزيستونس، لقاو ريزيستونس كريتيان ولقاوها انيمي ولا باين جينيرالمون سي انيمي. دونك معروفه بالبهيده كيما نقولوا لها كاهنه وكلشي،
ولكن بور لي سوجي كيما نقولوا حنايا ولا لي جويف تاع ذاك الوقت هما ايزون توجور سوتوني لي كونكيت مسلمان. علاش؟ دائما كانوا اليهود ذاك القيس كانوا دائما مع المسلمين، الجيوش تاع المسلمين. علاش؟ باسكو ما يخفاش عليك باللي لالجيري اكتويال لو نور تاعها السكان تاعها تاع الشمال جينيرالمون سي ان بوبل مارا، سادير سي ان بوبل كي فواياج بوكو، دونك عنده درايه بواش يشرى في البحر الابيض المتوسط وواش يشرى في البحار الاخرى. والجنوب تاعها اي ان بوبل ثاني نون سيلمون كاين فيه لي سيدونتير مينوريتي، مي لكن ماجوريتي تاع لو سود كاع سي ان بوبل نوماد. وما يقولك نوماد سادير انسان الشعب هذا يترحل من المنطقه اللي حوس على الكلاء وكل شيء. دونك الناس مين كانوا يتنقلوا منطقه لاخرى سمعوا بلي كان دين جديد سموه الاسلام، وعرفوا بلي هذا الاسلام هذا يساعد اليهود، باسكو اليهود كانوا مضطهدين، اليهود كانوا مضطهدين في الحكم الروماني وفي الحكم البيزنطي، باسكو لا بيريود اللي جاو فيها لي كونكيت ميزيما كان الحكم البيزنطي. اليهود علاش كانوا مضطهدين؟ علاش؟ باسكو كان دائما هذيك الثقافه هذاك القيس، الثقافة الكاثوليكية اللي كانت هذاك القيس، المسيحية كما نقولوا حنايا اللي كانت هذاك القيس، كانت دائما تعتبرهم كما نقولوا حنا كخوان هكا، سادير دائما سادير سيتي تري مال فيو باش يشوفوا كما نقولوا حنايا داترين جويف، وكانوا فارضين عليهم كما نقولوا حنايا بزاف لي زامبو، ما يخلولهمش ما يخلولهمش يوصلوا في المناصب تاع السلطة، ما يخلولهمش، دو كانوا محقورين. الوغ كو مين يجوا المسلمين عارفين باللي غادي يفرضوا كما يفرضوا كاع للناس كما نقولوا ضريبه واحده الجزيه ولا كيما هكا كما يسموا هذاك القيس، ولكن تعبد انت حر في العباده تاعك، عندك الحريه المطلقه في العباده تاعك وفي التجاره وكل شيء، ما عندكش عراقيل. على هذا الشيء المسيح اليهود تاع ذاك القيس ساعدوا المسلمين باش استقروا في شمال افريقيا. ومن بعد تاني من مشاو الاندلس وقعدوا قريب 700 سنه وكل شيء، وبداو في المسيحيين يحاربوا في الناس باش يخرجوهم من اسبانيا، الاولين اللي طردوهم هما طردوا اليهود. واليهود وين مشاو؟ مشاو عاودوا ولاو المناطق تاع شمال افريقيا تاع الجزائر تاع تونس تاع المدن اللي رانا نعرفوها دروك، المدن الكبرى جاوا استقروا فيها. هذه في البدايه. مين جات فرنسا؟ فرنسا في 1870 كان كاين ان دوكري، هاد الدوكري يعيطوا له دوكري كريميو، ادولف كريميو. هذا شكون هذا؟ سي ان ديبوتي دو لا ريجون دو باري كيما نقولوا حنايا، وكان او ميم طون مينيستر دو لا جوستيس. دار هاد الدوكري داره للجاليه ولا كيما نقولوا حنا لليهود الجزائر اللي العدد تاعهم هو 35000 نسمة هذاك القيس، وعطاهم الجنسيه، جنسهم بالجنسيه الفرنسيه. هذه راني نهضر فيها باش غادي من بعد نقول لها من بعد ما عليناش. دونك غادي نفوت كاع الاحداث كاع واش ما كان بالاستعمار وكاع كل شيء. دونك الناس هادو كانوا دائما، اليهود كانوا دائما عايشين في الجيري، تاجروا في الجيري، ساكنين جوارين، كانوا جزائريين ولكن عندهم الجنسيه، عندهم غير الجنسيه الفرنسيه بس. مين جات الحرب العالميه الثانيه؟ راني جايك لاشوا. فرنسا كان عندها غوفرنمون تاع الماريشال بيتان، الماريشال بيتان اللي كان يخدم كان متعاون مع السلطات الالمانيه. شي يدير الماريشال بيتان الى ابروجي هذاك لو دوكري، حبس هذاك لو دوكري، وبدا ولاو هذوك اليهود ولاو دي زانديجان قانونيا، ولاو كيفهم كيما الجزائريين، وبدا بعمليه الترحيل هو والشرطه تاعه والجيش السادي الالماني وكل شيء، بداو يرحلوا في الناس هذو، يديروا فيهم يدوا فيهم للمراكز المعتقلات اللي كانوا في لابولون، اللي كانوا في الالمان، اللي كانوا ابي بارتو ياك. وتماك بداو لو جينوسيد، بدا التقتيل، وبدا بدات اللي عاد ولا هما لا سوليسيون فينال بما فيها لا شوا اللي راه معروفه دروك. دونك هذه كانت تخص اليهود اللي كانوا في فرنسا، وجينيرالمون اليهود اللي كانوا في اوروبا. بصح اليهود اللي كانوا في الجزائر ما مستهمش هادو لي رافل هادو، وما داوهمش من لاجيري. علاش؟ باسكو كانوا محميين، كانوا في وسط مجتمع اللي حاميهم،
المجتمع اللي كان حاميهم والمجتمع المسلم الحاجة الأولى، ما داروش عليهم، ما داومش حوانيتهم، ما داومش صوالحهم ياك. وكانت يعني كان واحد ربما كان ما تاريخ الإنسان هذه اللي غيعرفها، الجزائر من كبيرة كانت سيت تروا ديبارتمون، كان العاصمة الجيروا وكونستانتينو هادو زوج جينامون اللي كانوا المعمرين هذاك القيس كانوا مع لو جينيرال دوغول، والغرب الجزائري اللي كان لوراني اللي كانوا عاد كما نقولوا مع بيتان، كانوا مع بيتان. ومي قعدوا مع بيتان دونك مس كبير ايزون ايتي بومباردي، سادير لا رويال نيفي لا بومباردي مس كبير ويايو دي مور وكلشي. المهم من بغيت نهضر باسكو يا كاين بزاف لي تيمونياج تاع يهود الجزائر اللي يهضروا قال لك حنا ما صرالنا والو. علاش يقول لك ما صرالنا والو في الجيري؟ باسكو كانت كاينه واحد الحاجه صرات في اوروبا، ولاو من يقوموا بالترحيل تاع اليهود يدخلوهم يديروا لهم يديروا لي رافل ويدوهم، اون فوا اليهود يخرجوه من داره ويخرجوه من حانوته يجي جاره الفرنساوي يسكن له في داره ويسكن له في حانوته. من كنت يقول ديباركومون وجاو السادير من الشرق، السادير ما لي روس لارمي روس تحرر في الشرق، ولي زاميريكان ولي فرونسي ولي كنديان وكاع مع ديباركومون ومع لو سود وكاع طالعين بداو يحرروا في الاراضي الفرنسيه والالمانيه وكل شيء، وبداو يحرروا في لي كون دو كونسونطراسيون بما فيهم تاع لا شوا. كاين ناس ماتوا بزاف سي نورمال، يعني تصادير سي دي ماساكر. كاين ناس اللي بقاو حيين ما ماتوش، هذوك اللي بقاو حيين من ولاو لديارهم في فرنسا لقاو باللي جوارينهم سكنوا في ديارهم ودوهم حوانيتهم. دونك شاسرا دونك لي غران بويسونس تاع هذاك القيس تماك فكروا باش يدوا هذوك اليهود اللي ما لقاو ديارهم داوهم لمجوارينهم باش يدوهم لفلسطين. هذه هي حنا الجزائريين مي راك تقول بلي ما عندناش الثقافه تاع لا شوا، ما نعرفوا والو على لا شوا. ما تنساش بلي خلينا من المعامله باسكو كانوا جوارينا ونسمعوا لهم يسمعوا لينا، خلينا من هادشي كاع. ما تنساش بلي لي سولدا الجيريان شاركوا في الحرب العالميه الاولى وشاركوا في الحرب العالميه الثانيه، وكانوا يحرروا في المناطق ووصلوا المناطق اللي كانوا فيهم لي كون دو كونسونطراسيون. ونزيد لك حاجه وحده اخرى، لي ريجيون تاع لا موزيل لالزاس كاع هاد لي ريجيون بلايص وين كانت دعوه ثاني فريمون حانيه تاع صح، روح كما نقولوا كاع من اوفنبورغ هذيك لا ريجيون تاع كاسروي لو نور تاع 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 سلوي، وخاصة سيدو لا فيل برينسيبال هي ستراسبورغ. ستراسبورغ الا ايتي ليبيري بار لي الجيريان. دونك الوجود تاع العنصر الجزائري كان حاضر في الحرب العالميه الثانيه. علاش انا نهضر لك الهضره؟ باسكو الجنود هادو من ولاو الجيري يهضروا في العائلات تاعهم، يهضروا لولادهم ولاد ولادهم وكل شيء، واش تشافوا واش اسرى وكل شيء. وكان عندنا لا راديو ولا كانت عاد بون لي بالبيسيمو عاد تاع ديبي بليز اون موان شويه على التلفزيون سيتي كيما نقولوا عاد مازال، بس على راديو كانت كاينه، لي جورنو كانوا كاينين، الناس عندها درايه واش صرا في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه وعارفين واش صرا. هذه في المرحله تاع الاستعماريه حتى ل 62، دونك من 44 45 حتى ل 62 ياك. دونك سي 15 اون لا وين كانت سدي المعلومه تجي من عند الاداره الفرنسيه، من الاذاعه الفرنسيه، من الصحف الفرنسيه، والناس تتلقى والناس تسمع. دونك الناس عندها درايه بهذا الشيء. من بعد جاو سنوات السبعينات وسنوات الثمانينات وكاع المدرسه تهضر على هذا الشيء، الصحافه تهضر على هذا الشيء، الناس يهضروا على هذا الشيء، والناس عندها درايه بهذا الشيء. الاختلاف وين راه؟ لا ربما الاختلاف وين راه، ولا ماشي الاختلاف، ربما كاين واحد لو بوان اللي ربما ما يتفاهموش فيه بعض الناس، هو هذه الفكره اللي تقول باللي نهضروا غير على ضحايا وحدين ونخلوا وحدين، سادي لك نهضروا كاع على الضحايا كيما كانوا. تهضر مين؟ تهضر على لي جويف، اللي تهضر ثاني على لي روم، اللي تهضر ثاني على لي كومونيست،
اللي تهضر كاع للناس، هذه للناس ربما كاين يحضر يقول لك مين نهضروا هذا سادي ما كايناش. اون دو با اتر سيليكتيف، لا سيليكسيون ملي خصك دار، هذه وحده. والحاجه الثانيه، الناس يقول لك بزاف الناس هذه الفكره ثاني ماشيه، وهذه ماشيه ماشي غير في الجزائر، ماشي ابا ان بو بارتو. يقول لك كيفاش الناس هذو اللي عانوا ونحقروا وقتلوهم وكل شيء في وقت تاع الالمان، علاش باغ اكزومبل هاد لي سيونيست دروك راهم يديروا نفس الشيء اللي داروه لي زالمو فيهم، راهم يعاودوه هما يكرروه ويديروه في الفلسطينيين. كيفاش هادو ما داوش عبره، ما داوش عبره للتاريخ، ما عرفوش باللي الحقره ماشي مليحه؟ هذه الفكره اللي كاينه في الجزائر، هذه الفكره اللي كاينه في الجزائر، ما كاينش فكره واحده اخرى. وفي الجزائر حنا اون في لا ديفيرونس بين ان جويف دو ريليجيون وبين ان سيونيست، نديرو الفرق ونعرفو تاني الفرق. حتى داخل الدولة الصهيونية اللي هي اسرائيل، نعرفين الكوميونيتي تاعهم كيفاش يمشو. ونزيدك حاجة تاني وحدة اخرى على ما عبالكش بيها، في السنوات الستينات، في لافان تاع لي زاني 50 ديبي تاع لي زاني 60 كلشي، من بداو يرحلو، بداو بزاف اليهود تاع تاع لي سفارات تاع الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اللي بداو يروحوا لدوله اسرائيل. الاغلبيه تاعهم اللي مشاو من المغرب، واللي رسل لهم هذاك قيس حسن الثاني، الناس حاجه اللي ما يعرفوهاش، حسن الثاني كان يخلص عليهم، يخلص بالراس. المهم ارسلهم. حنا عندنا في الجزائر، حنا عندنا دي كارتي اللي كانوا فيهم الجاليه اليهوديه الاسرائيليه، جينيرالمون سيتي توجور الدرب، وما كاين بلاصه اللي فيها الدرب فيها اليهود. علاش؟ باسكو هما حرفيين. في المغرب كانوا في البلاصه اللي يكونوا فيها موجودين ولا الملاح. دونك مشاو بزاف، واحد 250 الف ولا سادير في ليسباس تاع بالك 10 ولا، اللي مشاو كيما نقولوا حنا في حملات سادير دي فاك. لي جويف دالجيري في 62 ما مشاوش لاسرائيل، مشاو لفرنسا. وما فرنسا كاينه ان بورسونتاج قليل اللي من فرنسا مشى لاسرائيل. بصح هذه اللي تعرف حاجه اخرى ثاني، من تلاقوا لي كوميونيتي في اسرائيل، كاين لي اشكيناز تاع اوروبا وكاين لي سفارات، معناتها كاين يهود اللي يهضروا الالمانيه وكاين لي يهود اللي يهضروا العربيه. واش صرا في هذيك الحقبه، سيرتو مع لاغير تاع 67 ومن بعد الاخر كاع في هذه، تادي نهضر لك باختصار لسباس دو 20 طون كيما نقولوا حنا 30 طون. واش كان صاري؟ كان اون ديسكريميناسيون اليغار دي السفارات اللي جايين من المغرب ومن مصر من اليمن ومن العراق. هادو كانوا محقورين. علاش كانوا محقورين؟ نقول لك ثاني علاش كانوا محقورين. باسكو لا سيتوياسيون سوسيال فينانسيير سورتو ياك ايتي سيتوياسيون تري فابل، سيتي دي جون بوفر، كانوا مساكين، كانوا فقراء. حقروهم على هذا الشيء وحقروهم على اللغه، باسكو ما مش متمكنين. وحاجه واحده اخرى، جاو من واحد الدول اللي ما كانش عندهم لو ستاتي دو سيتوايانتي. او ماروك ما كانوش يقولوا لي ماروكان، ما يقولوش ان سيتوايا ماروكان، نو سي لو سوجي دو روا، هو رعيه، رعيه السلطان ولا رعيه الملك، هذا رعيه. واليهود هذاك القيس ما كانش عندهم لو ستاتو تاع رعيه، كانوا رعيه ولكن دوزيام دوغري، ستادير من الطبقه الثانيه، اقل من الرعيه المغربي العربي والامازيغي المسلم. دونك كانوا في اسفل السافلين. Par contre, les Juifs d'Algérie, ils avaient la nationalité française, la citoyenneté française, déjà depuis 1870. Donc, واش معناتها؟ معناتها 100 سنة قبل هاد الناس هادو كانوا ديجا فرنسيين. ومي يقول لك فرنسيين واش معناتها؟ معناتها التصرفات تاعهم والثقافة تاعهم
والشخص بتاعهم كان ما يتقبلش انه يكون تحت كما نقولوا حنايا تحت ارجل يهودي كما نقولوا حنايا الماني ولا يهودي روسي ولا دونك كما نقولوا حنايا كانت عندهم واحد الثقه في النفس وكانوا يتكلموا الفرنساويه اغلبهم صديق قليل اللي كانوا يتكلموا العبريه حتى ولاو يديروا لهم دي سونسور كانوا يديروا لهم بروسيات باش يتكلموا العبريه اغلبهم يتكلموا فرنساويه شويه عبريه وسيرتو الدارجه الجزائريه دونك كانوا هذوك الناس هذوك اليهود الجزائر في اسرائيل كانوا دائما ايزيتي اوبليج ايزيتي سونسوري على جال اللغه باسكو يتكلموا الفرنسيه ويجيتي سونسوري على حاجه اخرى ما كانوش يحضروا الشباب مي كانوا سورتو في لي ريونيون تاع لو رابينا وتاع كل شيء دونك اي نيتي با زعما هاد لي جون ايزيتي با تري تري سادير ريليجيو سادير ايزيتي با فريمون براتيكون كيما نقولوا حنايا واغلبهم كان فيهم بزاف شيوعيين بزاف سادير عندهم توجهات سياسيه اخرى وكانت عندهم هذيك العزه تاع النفس دونك هذا الفرق اللي كان بين يهود الجزائر واليهود تاع المغرب ولا يهود تاع تونس وسيرتو يهود تاني تاع اليمن ولا تاع العراق اللي مشاو لدولة اسرائيل دونك هذه باش ديرها في راسك وتكون عندك معلومه وحاجه معلومه نعطيها لك اخرى الصهاينه اكثر حقد على الفلسطينيين ما راهمش جزائريين يهود جزائريين غير باش يكون في علمك باش تكون تعرف هذا الشيء هذا دونك خلاصه القول هذا الخرجه هذه الجديده اللي بالنسبه لي انا ماشي خرجه سادير سي با دو نوفو دونك سي توت اون استراتيجي اللي راهم يحاولوا يبينوا باللي كيما نقولوا حنايا الجيريان لي زالجيريان عايشين دون اون نيل و سون ايزولي وما عندهم حتى ثقافه على الخارج ما عندهم حتى كسموه وزعما كيما نقولوا حنايا كيما راهم يقولوا لنا وحدين الماجورين في لي ريزو سوسيو بلي حنايا رانا لا كوري دي نور هذا لو ميساج تاعهم دونك انت راك تجيب هذا لو ميساج تاعهم صديرك تايد في لو ميساج تاعهم وراك رافده وعاجبك الحال راك تزاير وكلاتك وشرباتك وقراتك وردتك راجل هذه هي دونك هذا كانت نزيدك حاجه الهضره اللي هضرت فيها والله جي با بري دو نوت والو استادير جو ريبون كيما هكا كيما قال لك حنايا سير لو طا هذا ما كان كون ندير كون جو برون دي نوت ونجيب لي ريفيرونس ونبدا كيسموه ما نكملش كاع ديجا صحابي الجماعه قال لك ودي ما تطولش علينا بزاف فوالا هذا الميساج لهذا عبد السمار وقريناه لي كيفاه ديروهم لي كيفاه فوالا تهلاو في رواحكم ونهاركم مبروك.